عارف انها ما راح توافق. اساس هي اذا جابلت الكمبيوتر والانترنت تنسى نفسها روح. خليها الليله كلها كم ساعه واصير معك. اساس انا اخاف بروحي. خلاص خلاص. صفاء صفوي صفصف. نعم. ودي اخذ منك اجازه. وقالوا لك عني انا دكتور علشان اعطيك مرضيه؟ انت مرضي اصلا. شو تقول؟ لا ابي منك اجازه انت يعني انت. ايه فهمت. اوكي ادلف. يعني موافقه؟ اقول لك ادلف روح نام. يا عيني عليك، اعرفك زوجتي وحبيبتي، يعني مشكوره يعني روح ننام. روح اوكي روح نام بداري. لا 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 حرام عليك. ليه طب اقول لك روح نام بداري. يلا صفا. نعم. ممكن؟ لا ممكن ولا وخري. أقول وخر مرتك عني لأنه تبدي بديت تلوم منها. وخرها لا انفخ عليها الحين اخليها تطير. خلاص وي روح نام داري. يلا قوم تحرك. حرام قوم. حرام عليك. قوم روح. خلاص نام. حرام داري. حرام روح. حرام يلا. حرام روح. حرام صفاء معلش بس يعني اليوم بس روح نام داري. يلا 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 أقول ممثلة سمراء وحلوة ومتينة كويتية. من هي؟ هيا الشعيبي. صح البرنامج دايما صح. هب ممثلة بحرينية حلوة شو اسمها؟ سمية الخنّة. قصدها سمية الخنّة. صح البالونة دايما صح. وي يحلوني. وي يا عمي بسعود وينك؟ أنا بسعود. تعال الله يخليك. تعال شوف يسووا فيني. هذا من سجن ربطوا. ايه ربطوني. مو انا قلت لك امس حذرتك، قلت لك هذول مركبين مخوخ نصابين الله يهديك، بس انت ما صدقتني. انت ايش قاعد تقول انت؟ ايش قاعد اقول؟ ايه قلت لك هذول نصابين حراميه، قلت لك بس انت الله يهديك ما صدق يا حجي. بس البارحه انا معطيهم تشيك ثاني. لا عمي بوزع من صدقك انت. روح اتصل بالبنك خليه يوقفون حسابك بسرعه يا عمي بوزع بسرعه. الو بداله؟ يا اخوي عطني رئيس البنك. هلا رئيس البنك عطني رئيس الحسابات. الو رئيس الحسابات عطني اللي حسابي انا عنده. اي نعم. الو هلا مرحبا يبا، انا ابو سعود، انا حسابي عندكم. اي ابوي وقفوا حسابي مره واحده. شنو؟ ما كله دينار وربع بس؟ تبرعوا بالدينار وخلوا الربع لي. حتى الربع دينار عمي تقدر تسحبه. اسمع يا عمد. اعمد؟ لا بهذه صدقت عمي بصدقت. مو اعمد واحد بعد، اعمدات. اسمعني زين، انا الحين بروح المحكمة، تردون فلوسي غصب عليكم. مو قلت لك عمي بسعود، قلت لك نصحتك حذرتك، بس انت الله يهديك ما سمعت الحكي.
وسعود انا مو قايلت لك لا ترد البيت ما تحمل ريحتك. والله عاد بالطقاق يطقك. نومتيني عند ناس نصابين خذ فلوسك كلها. يعني شلون الحين ما عندك فلوس؟ ما عندي غير هالمجمع هذا، ولوني نايم ليلة عندهم كان خذوا بعد. قبل ويا فلوسك ما تنبلع، عاد الحين من غير فلوس ايش بتصير؟ اطلع برا والعافيك، اطلع برا ما تحمل ريحتك، اطلع. ويه تعالي يا منى تعالي تعالي شوفي عمك اعلن فلاسه، ضحكوا عليه ابو فياض وعياله. يبا صدق الكلام هذا اللي انا قاعده اسمعه؟ يعني انا الحين بنت واحد مفلس؟ همي لا يقول المجمع بعد خذوه. ما يقدر ما يقدر يا عيوني، المجمع مسجله باسمي. يبا يبا الزج الكلام اللي قاعده تقوله؟ لا طبعا يا بنيتي مو صحيح. يعني شنو؟ المجمع مو باسمك؟ انا مجنون واروح اسجل باسمك. في ريال يسجل شيء باسم زوجته؟ كل شيء ما اقول وايد ناس يسوونها عمي. ميانين وانا عمك. بسيطه يا ابو سعود، تضحك علي الغشاش اراويك. يبا 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 انت الحين شنو تسوي؟ والله يا بنيتي ما لي غير المحاكم. لا انا يا يبا انا اللي باخذ حقك. لا حول ولا قوه الا بالله. لا وزيدك من الشعر بيت يا احمد. ابوك ويدك اليوم انصبوا على راعي ذهب، خذوا منا 20 كيلو. ولي ما نخلص ما نخلص ما نخلص. ها نفتك من مصيبة صغيرة نطيح بكبر منها. قوم قوم شوف الباب قوم قوم قوم. هلا اخوي امن. لو سمحت بغينا فياض ابو فياض. فياض ابو فياض مو موجودين، بس ولدهم موجود. اعمل اعمل اعمل. مصيبة. تفضل فتش روحك. هلا هلا طال عمرك تفضل. تفضل ويانا المخفر. ليش؟ صدقني انا ما سويت شيء. ندري ندري انك ما سويت شيء، بس عطنا اثباتك عشان تجيب لنا ابوك ويدك. هذا كنا شرطي. هذا كنا رجل مطافي. نايبه شرطي، الظاهر احمد مسوي له مشكله. ما عليه ما عليه، الولد مشاكس ومشاغب، سامحه يا حضره الشرطي. انزين ممكن اعرف من حضرتكم؟ اي طال عمرك انا يده وهذا ابوه. في شيء طال عمرك؟ انا جاي يقبض على فياض ابو فياض. اخاف انك غلطان. لا طبعا ماني غلطان، بس تقدرون تتفضلون ويانا المقفر وهناك تعرفون السالفه. ولدي فياض. أبي الطيب. قرب شوي لأن الهواء طال عمرك تهرس وخاف إنه يسري الصوت حتى لحد يسمعنا. تفضل تفضل. اللي قدامنا يمثل الحكومة. على عيني ورأسي. إحنا نبي نلعب على مستوى عالي شوية. إيش رأيك ولدي؟ ننصب على الحكومة. يبا فيك شيء؟ ايش فيني؟ انصب على الحكومة. هي مستوى عالي. قصد شيء؟ ها. وليش لا؟ غيرنا مو احسن منه؟ ايش رايك؟ لا 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 تكتيك واحد اربعة بس. ايش رايك بصفقة سيارات؟ توها جاية جديدة تازة عدادها صفر كشناتها جديدة بقراطيسو، ايش رايك؟ زين كم سيارة؟ تفضل تفضل. شوف احنا راح نقول لك شلون تتم الصفقة. اقول ها
ضابط شرطي، كنا الضابط ينطرق بسيارة. لا واتصل فينا يقول خليني بسرعة. يا جماعة شو السالفة؟ حاسديننا انتم؟ انت بس قلعة. تفضل 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 حياك الله. مرتاح بالقعدة؟ ايه الحمد لله. يا هلا وسهلا فيك. الله يسعدك. اها تفضل. انا هذه سند احسن لك احسن لك. هي احسن اريح حق ظهري يا الوالد. اي شيء زين. اقول ها؟ ايه انت يا الحبيب تحب الفلوس؟ الله يهداك يا حج. هذا السؤال تسالني اياه؟ هو في احد بالدنيا هذه ما يحب الفلوس؟ لا صحيح صحيح. افهمش صراحه يا الوالد سؤالك هم بعد ما شو صحيح فعلا. ترى فعلا الريال افهمك انت. ترى ما شاء الله عليك. لا اله الا الله عليك. لا اله الا الله. اقول كم عندك؟ هو في الحقيقه كلهم 4000 دينار بس. اوه اوه زين زين. 4000 دينار ما شاء الله. رصيد اجازاته على اللي جمع عدل. شيء جميل. حلوين 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 حلوين. اقول حضرة الشرطي، انت جاي هني علشان تقبض على النصابين، والضابط برا ينطرك علشان تقبض عليهم مو علشان تعقد صفقات. عزة الله راح فيها. انتي هني؟ ايه. وين عويس؟ احترمي نفسك. اسمع اسعس. انا محترمة نفسي قبل لا اشوف وجهك شم عيون. زين سيدي انا ما ابي اطقك الطراق على وجهك واعطيك بوكس ببطنك. يمس من نعنيك. ما ادري اللي من اطاقني بوكس. هاك هوجن ما لا تمدي يدك علي. فهمتي ولا لا؟ وقفي عدنا ما تكلمين عمتك. كلمة وحشة. يا المنيخة. انطفي. لا سويت همبرجر لي. سويت همبرجر واكله. فيكم انتم؟ انا ناقصكم بعيد؟ السلام عليكم. تعال شوف حريمك. انا ماني فاضي لهم. اساس انا ما تحرشت بهذي. هي السبب. ترى هي السبب. هاي مرتك مو انا. صحيح انكم فاضيين. الحين احنا اعلنا افلاسنا وانتم قاعدين نجرى. يعني شلون؟ يعني بعد ما اكو بلع ما اكو اكل؟ لا ما في اكل. يبا ترى الكويت كلها في المحكمة. ها ليش؟ يبا ابو فياض ولده انصبوا على الديرة كلها، حتى راعي المسمك اللي في الجمعية ما سلم منهم. طيب وفلوسي؟ فلوسك طال عمرك عليه العوض من العوض. بس يا جماعة تدرون هذه صفقة كبيرة. بصراحة أنا ما عندي فلوس. يا ما يهمك ما يهمك حبيبي. أنت عطنا الفلوس اللي عندك وصدقني راح تصير بتعاونك معانا أكبر وكيل سيارات بالديرة. إيش تبي؟ فكر فيها انت. وشو من صالحك يا اخي؟ طبعا. تدرون شلون؟ ايه انا بروح اقدم استقالتي. فنشوا الرجال. يا معود يا معود اسمع تشوري، خليك على وظيفتك احسن لك. يبقى اقضي برضك. الوظايف الحين بتفق ما تحصلها. اصدق يا فياض صاحبنا هذا بيصير اكبر صاحب وكاله سيارات. يستاهل. منو بعد هذا؟ انا ادري من هل جاي الحين. الله يستر. تعال تعال الله ينادي. اسمعني اخوي، اخذ صاحبك وقب. اوكي تفضل تفضل. يا اهلا وسهلا حياك الله. فيصل انت قاعد هني وانا ناطرك بالدوريه. تعال تعال يا فهد، في مشروع يكسبنا ذهب. حبيبي خلنا نقبض على النصابين اول وبعدين نفكر مشاريع. اخوي منو فيكم فايض؟ فياض قصدك. انا فياض وهذا الوالد ابو فياض. اي نعم. خير تامر شيء؟ اقبض عليهم، هذول النصابين اللي ندور عليهم. نصابين؟ اعوذ بالله. احنا
النصابين الله هناك. الحكومة تغشمر. لا بس صعب. الرجل هذا يقول حكمة ما شاء الله. أكيد. يقول نصابين. أنت نصاب نعم. تخيل أخوي إن إحنا نصاب. ضحوا علينا ما شاء الله صدق حكومة. كله منك. تفضل وقت. لا تفضل قبلي. ابدا تفضل. انا في المسائل هذه انت تروح قبلي بعدين انا الحقيق. الله يهداك. تدرون شلون؟ ايوه يلا قدام اثنينكم بس نتفاهم. يلا متعشى يا نصابين. يلا متعشى انا مشتهي. يلا قدام يا قول. ما تبي السيارات؟ ما ابي السيارات. يلا احمد شغل المغفر جاي يستقبلنا. احمد مو اكيد بيكون المغفر اكيد فيها احمد. حاجيك لا تنسى تاخذ التقارير معاك وتشوف هالدكتور شويه هالتعبان هذا خلي يشوف لنا مخوخ غير هالمخوخ. بيذبحني بيذبحني ابو فياض بيذبحني. بموت. بسم الله عليك يبا بسم الله عليك. انتهد نفسك بس. واحمد دق وقال انه بيرد الشيك. يعني فلوسي بترجع لي؟ ان شاء الله يبا. احمد هو اللي بيرجعهم. حتى احمد خوش ولد ووايد طيب ووايد حبوب وايد بسرعه يدش القلب. اي لا مو مساله انه يدش القلب. يدش القلب اي بس ابوه ويده مو خوش ناس. شو يسوي بعد يبا؟ احمد هذيلا ابوه ويده وتوهق فيهم شو يسوي؟ حتى هو وايد يحبك يحبك وايد وقال فيك خوش شعر. يقول فيني انا شعر؟ اي لا يكون انا ملهمته وانا ما ادري. شوف الباب شوف الباب يبا. ايمان يا مهجة الفؤاد والنفس. احمد ماما لا يبا. تعال تعال ابوي ينطرك. شنو تعال مهديني. احمد يا اذا بتقولين احمد بطلع ضايق ايش بيتكم ولا خليك تشوفي لقيت وجهي بعد. احمد انا اختلف صوتي مع اسم احمد. المصايب ما يدي الا من سبب كلمه احمد. قولي احمد. زين تفضل يا احمد. ايه شوف ايش زينه شوف ايش حياتك. سلمك ربي. وين ابوك؟ تفضل ايش الحمام وينك؟ تفضل احمد تفضل احمد. شكور طال عمرك. تفضل هلا مساك بخير عمي. هلا شلونك؟ الله يخليك. وين الشيك؟ الشيك عطنا اياه. ما يبتانا الشيك. بلى الشيك يقطع قلبك. الشيك هذا الشيك اللي تبيه. فلوسي شق عمري هاي حلالي هذا. واروح الحين اصرفك من البنك. احمد. نعم عمي. اسمعني وانا ابوك. نعم سامعك. سامعني زين؟ اي سامعك عدل. لا يكون التحرك من مكانك. معقول اي انا الحين بس بروح ابدل وراجع لك بسرعه علشان نروح نصرف الشيك هذا بسرعه. اي خذ راحتك عمي خذ راحتك. على اقل من مهلك. ايمان شلون تبغى؟ الحمد لله. ان شاء الله زينه. زينه. انا اتحمل انا كذي يا يبا. الصراحه احمد شكرا يا احمد. ايه هاي تدري شلون يبا؟ شكرا يا ايمان. كله لاصقين بالطوف كأنهم برأسية. أنا ما أدري ليش كله لاصقين بالطوف.
إيمان؟ نعم. إيمان لو سمحتي، أبي اشترفين لي قضية على الشركة اللي بتنتج لي ألبومي. إن شاء الله. إنزين، وعلى الملحن بهد اللي خلاني أقعد أنطر 5 سنين على الطل بس أجي. إن شاء الله إن شاء الله. لا الثلاجة ما فيها شيء، بطلت الثلاجة لقيت زهيوية بالثلاجة، ما لقيت ولا شيء. يوهانا يوهانا شاكة أكل صابي يوهانا. يا صفاء يا صفاء يا حبيبتي، انت اللي كليتي كل اللي بالثلاجة، ما بقى شيء علشان تاكلينه. احنا حتى الأرفف شلناهم لأن خفنا على صحتك. يوهانا يا بسم الله. شوفوا انت انا ما يسوي أكل راح أكل عويس، تعرفون ولا لا؟ ان شاء الله. يا انا احسب يا الله عليك. ديما تاكلني ديما تاكلني. هلا دكتور، هلا دكتور سويد، شلونك ابوي؟ الوالد ويدي وينهم فيه؟ لا بالطريق جايين. انزين طمني عاد طمني، هالنوبه هذا شو مركبين لهم؟ ان شاء الله مخوخ سنه عاد. ذبحتنا عاد دكتور، كل نوبه تقول مفاجاه مفاجاه، كل مفاجاتك مثل ويك. اخلص خلصنا عاد، يلا بانتظارك انا، يلا فما لا. شلقيت نفط بترول غازات، في نفط في غازات. عيل انا فيني نفط فيني غازات، انتوا فاهمين شيء؟ اذا انتوا فهمتوا انا فهمت. يا خبير مهندس ابو فياض، انا اقول هالبيت هذا تحت نفط. مهندس فياض كلكبن، انا قلت هالبيت تحت غاز. تامر، بس انا اقول تحت نفط. انا اقول يا مهندس فياض اقلب وجهك، تحت هني غاز. قلبت وجهي، بس هم اقول انا في نفط. انا اقول بحفر هني، وانا بقول بحفر هني، انا اقول بحفر هني، وانا بقول بحفر هني. راهن؟ ما يحتاج راهن. اذا هني غاز هني نفط. واللي هذيلا كنهم خبراء نفط، يعني بيشلخون البيت علينا. لا لا الحق الحق يا معود. اقول باش مهندس ابو فياض، يا اقلام مهندس فياض، انا اقترح اقتراح عليكم انكم تروحون تسوون اختباراتكم برا هناك، يا بالحديقه يا بالشارع يا اي مكان، واذا نجحت اختباراتكم ذي الساعه تعالوا البيت هني وطبقوا اللي براسكم لو سمحتوا. يعني بالنسبه لي انا موافق. وانا موافق. اعمل. تكفى لا تكفى يا دي، لا دي مصيبه جايه اكيد. صرخ.
قاعد يصرخ ويقول اقبال حبيبتي حبيبتي قبولتي احبك ويسم الله عليه اخوي خلاص استخف قاعد حاط الصوره هو زعلان علشان الصحفه ما كتبت عن حبه لي ويبي يسوي مؤتمر صحفي أنا ما باقي لي إلا حديدة سهل بس أنا بوصل إبليس والسبة أنا حفظ أنا حين وصلت إلى طبقات الأرض السفلى يا نعم أقول لخبير مهندس فياض هالفريج هذا هقوتي فيه نفط شوف يا ميكر فياض بالحقيقة إحنا مو عبير ولا بيرين حقل كامل من النفط أوه نعم. يعني تقدر تقول إنه موجود في المنطقة اللي إحنا عليها مو أقل من 10 آبار الله 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 10 آبار هاي لو كسرتها كثر تطلع لك هذه طال عمرك البير ضربه في 10 10 في 5 25 اطلع منها 15 يطلع 208 200 قسم على 4 يطلع 3100 اوه لا شغل عدل لا استغنوا العالم ترى احنا على نفط احنا ما ندري يا تدري شلون تدري من جاي انا اقول لك من اي بيت جاي ما ادري انا اعتقد من صوب لا 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 من هالبيت هذا يا بيت ابو سعود إذا حفارنا راح يصير متجه إلى بيت بوسعود بوسعود طيب أنا أعتقد بس نواسي الأرض لأن الأرض هذه طبقات أي. طبقة زيت طبقة زيتون طبقة حلوم أسمع لا كرت الريوق أسمع نعم. ما أدري كيف شو اللي تبي الحين نحفر لغاية ما نوصل للبيت ماشي وخلي يقول أنا ما أطلع أطلع من البيت يا أطلع بخيازرين منو هذا اللي هناك بوسعود نفط ما يطلع يا بس شوف أنت قايس هذه المسافة قايس مش بريك انت شبر حاط لك شبر الله هذا شبر شبر يا رادع بس عدل قياس عدل بلعب جيب هذه يلا ايوه ماشي روح يحب جنوني ايه حب فايز يذكرني بحب الاول والاخير انت حبيتي انا ام الحب وابوه سكتي لا يسمعك ريلك وش دعوه ما يدري ها اشوف شفتوني طيبه وياكم خذيتوا علي لا حبيبتي عاد هذا اخوي وانا ما ارضى عليه خاف نسيت انه اخوي ليش يبا انتوا راح بالكم بعيد وايد انا حبي الاول والاخير بعد الاختراع هلا والله اي بعدين اقول يا حلوه وين الوالد عفوا الاخوان حاطين رقي رقيق فعلا فعلا احنا حاطين رقي وانتي بطيخة شفت يا الوالد بنت حلوة مثل هذه وتقول لك تحلوة شو يصير شوكولاتة خبير نفط خبير نفط اثقل منت مغاسل شيء وين ابوك حلوة ابوي طلع وقال وين راح وين راح نبي خير ان شاء الله ايش حق جايين ايش تبون اخي ابو سعود يا هلا وسهلا فيك مبروك يا اخي مبروك يا تنصب مره ثانيه مبروك مبروك لا 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 شال حكي يا ابو سعود لا 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 بالعكس هالمره بنطلع منك قطو انت لا بنطلع منك نفط وهذا البير حفرناه وهذا الغاز لا تحرقنا يبا اسوي لهم شاي لو سمحتي انا ابي عصير قرع لا انا ابي شاي حليب يعني معناتها اقول لهم تفضلوا طبعا لازم نتفضل البيت بيتنا ماكو فرق بيني وينك طبعا ماكو فرق بيننا وينك يا فاليك شوف هالبيت ايوه شوف هالبيت ما شاء الله جميل يا زين هالبيت يا الوالد زينة متروس بنات مو مثل بيتنا ماكو العيون بمشاري
ما قام طارق دول كنا تمساح من زده. بنات يلا فوق. كان ما في جنس ناعم ما ينبغى. الحين خلصون ايش تبون؟ روح ما يهم ازال ما يهم. انا عمري بحياتي كلها ما شفت بارد انسان مثلك ما شفت ابدا. روح روح دور يدي وابوي بدل ما تقعد لي تغني. وانا ايش دراني عن يدك ابوك؟ وين القاهم بالله قاعد ادورهم الحين؟ ابو مشاري انا مالي خلق مشاكل لا يبولنا مشاكل يا ابو مشاري. اسمع يا احمد، رحت دورتهم ولا ما رحت؟ توقع في اي لحظه ينطق جرس الباب تروح تبطل الباب تلقى الشرطه بوجهك. حسبي الله عليك. بلي هبي عيونك. قوم 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 روح شوف الباب، قوم يمكن مصيبه جايه. لا حبيبي انا بطلت من يوم رايح ما بطل بيبان. قوم انت بطل الباب علشان يسحبونك من الباب للمخبر. قوم. جبان خليك انت يا شجاع. خليك انت يا شجاع. احمد تكفين تكفين. لا تقولين احمد. احمد وين ابو مشاري؟ ابو مشاري بعد دلعتها ايه؟ كاه ابو مشاري. روحي شوفيه، روحي تفضلي. ابو مشاري. نعم خير امري ايش تبي؟ ابو مشاري انا احبك. وي يا حليلي اذا الحب هذا ينحب هذا، هذا ابو عيون بقيقه كفو ينحب. سمعي يا سعاد، حتى ترى انا احبك بس كرامتي فوق كل اعتبار. ابو مشاري انا توني جايه من الطبيب قال لي لا يكون وصفني علاج لك. خير يا مدام سعاد؟ خير ايش صاير؟ انا حامل يا عمان. ها صحيح حامل؟ يعني مشاري بيي سيظهر في هذه الدنيا الغابرة؟ أنا بصير أبو. أي بي لو يشبهك بعد عيونه نفس عيونك حلوة.